حفل زفاف الإعلامية جيسيكا عزار على محمد صوفان ومعلومات عنه، وشاهد شقيقتها الإعلامية ووالدها. أهلا بكم، زفوا العروس زفوها، وعلى الورد مشوها، على أنغام هذه الأغنية التراثية والشهيرة بزفات العروس اختارت أن تكون جيسيكا عزار زفتها، وذلك خلال دخولها القفص الذهبي مع عريسها محمد صوفان بحضور عدد من النجوم أبرزهم أصالة وعادل كرم وعدد من أصدقاء جيسيكا من الوسط الإعلامي. الحفل أقيم في سراي نسيب باشا بمنطقة صيدا جنوب لبنان، واعتمد فيه ديكور لافت من تنظيم باميلا منصور مهنا ورمزي مطر. كما أطلت جيسيكا بفستان حمل توقيع إيلي صعب، وتميزت بمكياج من بسام فتوح والشعر من جورج مندق، وشاركت عبر حسابها على انستغرام صورا لإطلالتها علقت عليها بداية جديدة. وسبق أن خطفت جيسيكا عزار الأنظار بحفل لتوديع العزوبية أقيم منذ أيام بمشاركة عدد من الأصدقاء والمشاهير، بينهم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والموسيقي ميشيل فاضل. يشار إلى أن الإعلامية جيسيكا عزار فاجأت جمهورها في شهر ديسمبر 2020 بإعلان خطوبتها بشكل غير رسمي من محمد صوفان، إذ قامت حينها بنشر صور خلال احتفالها بعيد ميلاد خطيبها بطريقة رومانسية ومميزة. جيسيكا عزار مع والدها. وقد جاء إعلان هذا الارتباط ليضع حدا للشائعات التي لاحقت جيسيكا على مدى أشهر وسنوات، وتحدثت عن زواجها من فنانين ومشهورين، وذلك أمثال الفنان وائل كفوري والنجم العراقي كاظم الساهر. وكانت قد أكدت عزار في تصريحات صحفية أن وجود كاظم الساهر في عيد ميلادها والتقاط صورة معه لا تعني وجود أي علاقة عاطفية معه. وكان الفنان كاظم الساهر قد احتفل للمرة الثانية مع جيسيكا بعيد ميلادها حيث حضر العام الماضي، مما جعل عددا من الأخبار تنتشر عن وجود علاقة حب بينهما. وكانت عزار قد نفت في العام 2015 وجود أي علاقة عاطفية تجمعها به، مؤكدة أن علاقتهما علاقة صداقة ليس أكثر. وأما عن الفنان وائل كفوري فعلاقة جيسيكا بوائل قديمة جدا، وقد طاردتهما الشائعات مرات عدة، حتى عندما كان وائل لا يزال متزوجا من أنجيلا بشارة. يذكر أن شائعات الارتباط طاردت جيسيكا أكثر من مرة، إذ ربط البعض اسمها بأحمد أبو هشيمة، وقيل أنهما كانا بصدد الزواج قبل انفصالهما عام 2014. أما زوج جيسيكا عزار الإعلامية اللبنانية هو الشاب الجنوبي محمد صوفان، وهو رجل أعمال مهم جدا ويعرف بصداقاته عددا من المشاهير. لكن المفاجأة أن محمد صوفان مسلم شيعي من منطقة الجنوب، هذا الأمر دعا بعض المتابعين إلى طرح السؤال حول كيف أن جيسيكا عزار ترشحت عن مقعد القوات اللبنانية. مقعد القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية اللبنانية في عام 2018 قد تقبل بهذا الأمر، خصوصا أنه قد يكون داعما للجهة المقابلة لرأيها. وقد أثار القيادي في التيار الوطني الحر ناجي حايك ضجة واسعة بتعليق له حول هوية والد زوج الإعلامية اللبنانية جيسيكا عزار المستقبلي، كاشفا في تعليقه عن أن والد زوج جيسيكا عزار كان مشاركا في الحرب الأهلية اللبنانية. إلا أن جيسيكا عزار لم تقف صامتة أمام هذا الاتهام، وردت على ناجي بالقول الحرب الأهلية انتهت عند الناس اللي في براسها عقل، وتابعت وطبيعي ما تكون انتهت عندك وعند أمثالك، وبي الشخصية اللي اخترت تكون شريك حياتي هو حسن صوفان مش أحمد صفوان.
وتابعت يعني حضرتك مكذب بالاسم وبالعيلة، محمد حسن صوفان طلب ايدي لزواج طبيعي بين انسانين، وما دخل بدبابات على الاشرفية ليخطفني. وختمت جيسيكا عزار بالقول فعلا صدق المتنبي، لكل داء دواء يستطاب به الا الحماقة، اعيت من يداويها. والاعلامية اللبنانية جيسيكا عزار عمرها 34 عام، حيث ولدت يوم 20 سبتمبر عام 86 في بيروت بلبنان. وهي إعلامية لبنانية درست الصحافة في جامعة سيدة للويزة، وهي اليوم إحدى أهم مذيعات الأخبار على قناة أم تي في اللبنانية وقناة القاهرة والناس. عملت جيسيكا عزار في بدايتها كمحررة في ملحق نهار الشباب التابع لجريدة النهار اللبنانية، ثم تولت تحضير التقارير كمراسلة في تلفزيون أم تي في حتى عام 2014، وتتولى المشاركة في تقديم إبريس ريفيو على القناة نفسها، إلى جانب ذلك تعمل في برنامج القاهرة والناس. وحاليا ارتبط اسمها بخبير المكياج بسام فتوح لتتحول إلى وجه إعلاني له ولمستحضراته. وللإعلامية اللبنانية جيسيكا عزار شقيقة تدعى جنيفر عزار، تعمل في المجال الإعلامي أيضا وتتولى تقديم نشرة أخبار الطقس على تلفزيون الأم تي في. الإعلامية اللبنانية جيسيكا عزار وشقيقتها. الإعلامية جينفر عزار. وفي عام 2018 ترشحت جيسيكا في الانتخابات النيابية اللبنانية لمقعد الروم الأرثوذكس المتن الشمالي عن حزب القوات اللبنانية. الإعلامية اللبنانية جيسيكا عزار ووالدها.